علامات استفهام كثيرة شابت عينات وزارة التربية مما دفع الحكومة المحلية وعددا من الخريجين بقضاء الدجيل تنظيم ندوة تأييدا لرأي محافظ صلاح الدين الرافض لتمرير التعيينات بدون تدقيق، معربين عن استغرابهم على الآلية المتبعة من قبل الوزارة التي ابتعدت عن تطلعات الخريجين. احنا خريجي شباب الدجيل جينا من هذا المنطلق ردا على المظلومية التي حصلت على اعلان نتائج بعد ظهور اعلان نتائج تعيينات بتربية صلاح الدين، خصوصا بعد اللغط اللي حصل بعد انه فوجئنا انه في بداية اللقاء قال السيد المحافظ انه الاسماء راح تعلن باعلان بتأجيلها، من ثم في بعد اللغط اللي حصل ما بين الست الوزيرة والمحافظ وجدنا انه الاسماء انعلنت، فوجئنا فيما بعد انه بالاسماء اللي حصلت بالتعيينات واللي ظهر اسمائهم عدد قليل منهم من يستحق التعيين. للنقاش والمباحثة في المظلومية التي وقعت على المتقدمين للتعيين في قضاء الدجيل، حيث وقعت كثير من الظلم لهذه الشريحة. هنالك تعينه كثير منهم الشرطي ومنهم معاون طبي في التربية. ونحن مكان هذا نطالب وزارة التربية والمديرية العامة للتربية صلاح الدين برفع هذا الظلم ومشاهدة شكوى المتقدمين. الخريجون بقضاء الدجيل طالبوا وزارة التربية بإعادة النظر بالقرعة الحالية وعدم الانفراد باتخاذ القرار وإشراك الحكومة المحلية بقرعة التعيينات من أجل إنصاف جميع الشرائح المتقدمة على التعيين. أريد أعرف وين العدالة، وين الحق، وين النزاهة والشفافية؟ قالوا على الدرجات زي حتى درجات محاطي لاني انا حاطي لي 20 درجة محاسبين، لا مال شهيد لا مال اطفال، زين حتى مال محاضرين محاسبة من 2013 احاضر و2014 هم حاضرت من طون امر اداري، ظليت اداوم والله ظليت اداوم، واذا حسب الحاجة فاني هسه دارس رابع خامس سادس رياضيات والمدرسة بس انا رياضيات، وهمين معينون يعني لا من ذوي الشهداء عينون زوج الشهيد ولا مال محاضرين، بعد على شنو استندوا عينوا والناس قاعدة ببيتهم عينوا. احنا زين حتى دا نحاضر، اريد احنا ضمن حقوقنا، اريد نضمن حقوقنا، يعني احنا دا نحاضر دا نتعب، اريد الشيل المحاضرين هسه لو اما عقود، يعني حتى امر اداري ما يصدر لنا اذا ماكو تعيينات انطونا عقود لنا للمحاضرين، شنو دا نبنى؟ احنا اريد نضمن حقوقنا. بنات اثنين اني وحده 2008 تخرجت عندها 35 نقطه، يعينونا ب 11 نقطة نفس الاختصاص ونفس الشيء، لو واحد العام تخرج يعينوه ووحدة صار لها 10 سنين 12 سنة قاعدة متزوجة وقاعدة إيجار وهذه، يعني على أساس عينوهم؟ ندوة جاءت تتماشى مع رأي حكومة صلاح الدين الرافضة للآلية المتبعة من قبل وزارة التربية الخاصة بالتعيينات لما تشوبها من علامات استفهام عديدة. لقناة صلاح الدين الفضائية فاضل الأنصاري، قضاء دجيل.